الحلم والإمهال. الحلم مبني على الإمهال، صحيح. بمعنى أن 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 الإنسان إذا رأيته يفعل شيئا يغضبك فإنك لا تعاجله العقوبة، وإنما تصبر عليه. هذا الصبر في باب الصبور هنعرفه إن شاء الله، لكن نقول ما الذي جعلك تسكت عليه وتعطيه فرصة ولا تعالجه العقوبة، يعني تعاجله بالعقوبة؟ شيئين. الحلم. الشيء الأول شيء في نفسك جعلك تصبر على لأواء ما يحدث هذا الشخص، ولو كان هذا حقه، ولو كان هذا حقي أنا. نعم. ولذلك احنا بنقول ايه، هنقول بعدين ان شاء الله، إن شاء الله. طيب بس خلينا واحدة واحدة عشان طيب. ايه السادة المستمعين يعني يعرفوا ايه الحلم واحدة. جميل. يعني حتى لا يختلط عليهم الحلم مع العفو. نعم. والحلم مع الصبر. نعم. يعني هناك فرق كبير. نعم. الا ان كما قلنا ان الحلم اسم من اسماء الله وصفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا تنفك عن اسم الله الصبور. نعم. ولا تنفك عن اسم الله العفو. ولا تنفك عن اسم الله الغفور. صحيح. فهذه لها عمل يشترك هذا العمل مع الصفات الأخرى والأسماء الأخرى. صحيح. حتى لا يحدث إيه انفكاك، لأنها ذات واحدة متصفة بهذه الصفات. نعم. لما نقول الشيخ خلال. نعم. فيه صفة الشجاعة. نعم. فيها صفة الكرم. نعم. فيه صفة الإيه العلم. نعم. فيه صفة كذا. نحن نتكلم على ذات واحدة. نعم. ولكن هذه الصفات لها تعريفات معينة كل على حدته. صحيح. مش كده ولا؟ نعم. وهذا منهجنا حينما نتكلم على أسماء الله الحسنى. صحيح. لما نأتي ونقول إن الحلم الذي يجعلك تتمهل على هذا، إذن شيئان. الشيء الأول، هناك شيء في نفسك خلقت به حتى إيه؟ حتى تصبر على هذا الأمر. الأمر الثاني أنك تقدر الأشياء وتعطي لهذا الرجل فرصة من الإمكان أن يفعل غير الذي يفعل. وطبعا هنعرف إن هل الحلم طبعي ولا الحلم خلقي في طيات حديثنا حتى نفرق إن شاء الله. الله تبارك وتعالى، ولذلك هنا لما نيجي نقرأ مثلا في تعريفات الجرجاني أو في تعريفات غيره، فيقول إيه الحلم هو إيه؟ الطمأنينة عند ثورة الغضب. شوف كيف الطمأنينة. والطمأنينة هي شيء نفسي في الإنسان يجعله يصبر ويمهل من أمامه حتى ولو اغتاظ منه.